مشاهدينا عن هذا الموضوع تنضم إلينا هنا بالاستوديو اختصاصية التغذية ميساء مراد. ميساء أهلا بك معنا في أم بي سي بأسبوع اليوم. السؤال الأهم اليوم أنه دخول الذكاء الاصطناعي ليس فقط مثل ما كنا قبل شوي عم نقول تحت الهواء، مش بس بمجال التغذية، بمجال الطب، بمجال الفضاء والعلوم، بكل المجالات، نعمة أم نقمة بالنسبة لك كمان كاختصاصية التغذية اليوم؟ هلا بدنا نحكي بشكل عام الذكاء الاصطناعي، ما بننكر انه هو فادنا بكل المجالات ورح نستفيد منه اكثر لتوسع المجالات اللي ممكن يساعدنا فيها، يعني مثل ما قال استاذ يوسف انه هو ممكن يكون عامل مساعد بكل الاختصاصات كطب وتغذيه. المجالات الطبيه هو ممكن يختصر علينا موضوع الاستشارات المتتابعه حتى كالنطاق الطبي، انه ما يكون في متابعه كل اسبوع او كل يومين، فهو بيختصر علينا هذا المجال من خلال متابعة المريض أو المتابع صحيا، أنه يكون في سيستم على موبايله، كل الموبايل موجود معه، حتى كحساب السعرات الحرارية ممكن يحسبها من خلال هذا النظام اللي هو موجود على الموبايل. يعني هو مكمل للأنظمة اللي أنتم بتعطوها أكيد هو مساعد كمان، يعني لا ننسى أنه كإنترنت وكذكاء صناعي ممكن كان يعطينا خيارات متعددة أكثر بكثير من اللي أنا أو أي طبيب ممكن يعطيها للمريض اللي متابع معه. وخصوصا ما بننسى أنه في حالات، وخاصة آخر دراسة حكيت أنه خاصة لمرضى السكري فادون الذكاء الصناعي بنسبة كثير كبيرة، لأنه شو النظام المعتمد لمرضى السكري؟ أنه يخفضوا معدل الكربوهيدرات والسكر بتناول أغذيتهم، وهذا كثير بيساعدهم. نظام الذكاء الصناعي أكيد ساعدهم كثير، ومنتمنى أنه من الآن أنه باقي الأمراض وباقي الحالات الكتير خاصة اللي بدها متابعة دقيقة يدخل الذكاء الصناعي فيها ليعطينا أنماط متعددة لا، ولكن ما بيغني عن الطبيب. وهذا الحوار الجميل أو الإنسانية اللي وقت بيجي لعندي مريض بده ينزل وزنه أو يزيد وزنه أو حتى يأكل أكل صحي، بدنا نعرف حالته، بدنا نحس فيه لنعطيه هذا النظام اللي بيتناسب مع حياته، مع نظام حياته، مع الوضع النفسي لإله. هذا ما بيعطيها الذكاء الصناعي، هي الحالة النفسية والصحية ما بتعطيها الذكاء الصناعي، فما بيغني عن دورنا كهي العامل النفسي العاطفي. هو الذكاء الاصطناعي دخل في كل مجالات الحياة. صحيح صحيح. كان أنا التقطت منك فعلا أنه افتقاد الأنسنة في التعامل. صحيح. بمعنى أنه فعلا أحيانا ممكن يكون هناك أشخاص لديهم بعض الاحتياجات حتى النفسية. صحيح. فقد يؤثر بشكل أو بآخر على خططهم العلاجية أو حتى خططهم في طبعاً التغذية. لما بتروح عند دكتور معين ما بتحس أنه هذا الدكتور بتحت له دكتور آخر بجوز ما ترتاح له، مع أنه ممكن يكون نفس المعدل، خلينا نقول الشطارة، أو أنه ما ارتحت له نفسياً. فهذا ما بيغني، الذكاء الصناعي هو دائماً مساعد بكل المجالات. ما بننكر اختصار للوقت كمان، واختصار مثل ما قلت تكلفة على النطاق الطبي من خلال أنه متابعة كل أسبوع، ولا أنه بيجيني مثلاً كل شهر. أكيد هي كتكلفة كمان للشخص اللي عم يتابع. ميساء عم نركز كتير على الجانب الإيجابي، ولكن يعني لا شك صار أمر مفروغ منه أو واقعي، إذا بدنا نكون واقعيين، أنه بمحل معين الذكاء الاصطناعي بات يهدد كتير من المجالات. هل نستطيع القول أنه يمكن أن يكون، يعني أنت ذكرتي بحالات معينة كان مكمل، كان مساعد في إفادة ما، ولكن هل يمكن أن يهدد وظيفة اختصاصية أو اختصاص أنا برأيي أو لا؟ مش ممكن يهدد، وخاصة المجال الطبي والنفسي بالمدارس أو توجيه كمان أسري، حتى كإعلام وكصحافة حكينا عنه، لا أكيد ما بيهدد، ولكن نحن نستفيد منه بطريقة ذكية. ووعي كتير مهم، في كتير أمراض بتحتاج لمتابعة طبيب، كتير أمراض أو حتى حالة صحية غذائية بتحتاج، مثلا مرضى الكلى لازم متابعة يومية، الأشخاص اللي بالمستشفيات. ما بيغني الذكاء الصناعي عن وجود المتخصص بكل المجالات عم نحكي، وخاصة التغذية والمجال الطبي ما بيغني أبدا عن وجودهم، لأنه في تفاصيل بدويتهم بحياتهم، بتقبل هذا الشخص للدواء أو لهذا النظام وعدم تقبله. كمان ما بدنا ننسى بعض الأشخاص عندهم حساسية أو عدم تحمل لبعض. صحيح. الأغذية، هذا ممكن ما ينتبه للنظام الذكاء الصناعي،
معي لأنه هو أخذ مثل مبرمجتي على شيء معين. في أشخاص بيتقبلوا هذا الأكل وفي أشخاص ما يتقبلوا، ممكن ما يتقبل هذا النظام أو نمط حياة يعني. طبعاً مجتمع طبعاً مثلاً المجتمع السعودي غير المجتمع أكيد في بلدان أخرى. إشارة كتير لفتة كتير مهمة، حتى نمط الأكل، نوع الأكل، ممكن في أكلات سبايسي أكثر من أكلات تانية، ممارسته للرياضة، حياته، متزوج غير متزوج، بيمارس الرياضة أو لا، عنده ضغط نفسي أو لا، بشغله بعمله، فكل هاي ما بيعطيها الفعالية الممكنة أو التجاوب من قبل الذكاء الصناعي. لازم وجود العامل الإنساني اللي قلنا كتير مهم، زائد الراحة النفسية كتير مهمة. أنتوا بتعرفوا أن التغذية من أهم لتوصل للهدف اللي بدك إياه، وجسم صحي لازم الصحة النفسية كمان كتير مهمة، هذا ما بيقدمها أبدا الذكاء الصناعي. طيب ميسا، أنت شخصيا كاختصاصية تغذية ومع أحد المرضى، هل سبق واستعملتي أو استعنتي بالذكاء الاصطناعي كأنظمة غذائية؟ إمتى آخر مرة كانت؟ إذا بتعطينا، كنا عم نحكي قبل بأمثال معينة أو بشكل عام. هلأ منفوت شوي يعني بعيدا عن الأمثلة، فعلا أنت شو استعملتي شي مرة؟ إمتى كانت آخر مرة وكيف؟ كيف ساعدك؟ كتعدد أنظمة غذائية ممكن أنا يطلع معي 5 أو 10 أنظمة غذائية، الذكاء الصناعي ممكن يعطيني عدد غير متناهي من الأنظمة الغذائية. أنا دوري بعدل عليها بطريقة، هي اللي قلته استخدام ذكي لإلنه ليساعدنا ويختصر وقت، لأنه صارت الحياة عملية أكثر. فباخذ النظام الغذائي اللي بيتناسب مع هذا المريض، نمط حياته، تغذيته، مجتمعه مثل ما ذكرت، زائد حساسيته وتقبله للطعام اللي ممكن ياخده، هذا كتير بيساعدني بالمتابعة مع المرضى. زائد في أمراض قلنا ما بيغني هذا الموضوع أبدا عن وجوده. ذكرتي أيضا ميسا أنه أحيانا المتابعة غير العامل الإنساني واللي كمان يوسف تحدث عنه، أنه في لمسة معينة، في شعور بين أو ثقة بدها تكون بين اختصاصي التغذية الدعم النفسي المريض، الدعم النفسي أيضا. طب قدمهم يعني، ممكن اللي بدون يبلشوا لتسي أنه في حدا بده يبلش ببرنامج معين مع ذكاء الاصطناعي، المتابعة يعني هل فينا نقول أنه لازم آخر شيء ينتهي الموضوع مع متابعة مع اختصاصي تغذية؟ لأنه أدي رح يكمل آخر شيء بده يوصل لمحل معين من هيدا المتابعة، في العامل الإنساني بده يتدخل بهيدا العملية. خلينا نقول ببلش مع أخصائي تغذية ولازم ينتهي مع أخصائي تغذية. السبب أنه أنا بدي شوفه وعدله على هوا الحالة الصحية تبعيته والشيء اللي بيناسبه، وبعدين كمتابعة من خلال هيدا المتابعة الكاملة لازم تنتهي لنشوف في شيء بنعمله هو الإنبودي أو هو التحليل مكونات الجسم اللي بيبين لي قديش في عضل قديش في دهون. هاي هي أرقام، ولكن كتفاصيل بالأكل هي متغيرة. يعني في شخص بيكون عنده العضل عالي والدهون مثلا منخفضة أو حسب سيستم حياته، هي ما بيقدمها الذكاء الصناعي، هو بياخد كأرقام وبيعمل لك النظام الغذائي الموازي لها. ولكن كتفاصيل يعني خلينا نبسطها أكثر، شخصين نفس الوزن ولكن في حدا عنده الدهون أعلى من الشخص الآخر وعضل أكثر من الشخص الآخر، عنده احتباس سوائل أو عنده نمط معين عامل بلوك جسمه ما عم ينزل، فهذا النظام الذكاء الصناعي بيعطيكي سيستم على هو الوزن بس ما بيعطيكي على هو التفاصيل الموجودة بجسم هذا الشخص. هذا الفرق بين المتابعة الشخصية وبين أنه ذكاء صناعي، لهيك نحن منعدل عليه، فهذا كتير مهم. لا، وجودنا مهم ونحن أكيد مش خايفين، كل المجال الطبي مش خايفين، ولكن مثل ما ذكرنا وكل الاختصاصات أنه نستغلها بطريقة صحيحة ذكية، نساعد المرضى، نختصر عليهم التكاليف، وبنفس الوقت نحن نعزز هاي الثقة بنفسهم. شكرا على وجودك معنا وعلى هيدا المشاركة وكل هيدا الإيضاحات. شكرا لك ميزة.